السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني نلتقي مجددا في الجزء السادس من بوست اند كور سيريز لنحكي أهم العوامل المتعلقة بالريزيستنس برينسيبل بوست سيليكشن. نحكي عن المقاومة، نحكي عن أهم الاعتبارات لمنع كسر الوتد أو البوست أو ونحكي بعض النقاط الهامة جدا اللي هي تعتبر نوع من السيناريوز اللي ممكن تواجهنا كحالات سواء في الأثناء الأمامية أو في الخلفية، كيفية التعامل مع فقط جدار أو جدارين أو ثلاثة أو أربعة، متى نلجأ للبوست، متى لا نلجأ، متى نلجأ لنيار بوست. كل هاي الاعتبارات إن شاء الله من خلال هالمحاضرة، فخلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بسر نتلقى أي استفسار أو اقتراح. أيضا بتمنى أنه تدعموني من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. العامل الثالث في العوامل من العوامل المتطلبة والهامة في اختيار الوتد هو resistance form، ونعني فيه الشكل المقاوم. ودرسنا أو حكينا نحن عن البوست length، حكينا عن البوست configuration، عن البوست texture في سياق حديثنا عن الشكل المثبت، وأخذنا مجموعة من الستاديز اللي كان لها علاقة حتى مع المقاومة، وحتى حكينا عن اللوتينج ايجنت. فالحقيقه معظم الامور المتعلقه بالريزيستنت فورم اللي تنحكى بنفس العوامل تقريبا اللي حكيناها من الشكل المثبت. حنشوف مثلا انه من خلال مجموعه من الدراسات، دراسه توزع الجهود على مستوى الروت، وجدت على انه اكبر منطقه مجمع فيها الجهود هي كانت عند الشولدر بشكل خاص انتربروكسيمالي، وعند الايبكس. هاي المناطق اللي هي مناطق تماس الوتد الشولدر اللي بنعمله بالتحضير انسيا وحشيا، ميزيال ديستال والايبكس هم مناطق تركز الجهود. الحقيقه هناك تقريبا تحصل معظم الكسور او الكراك على مستوى الروت. طبعا مجموعه من الدراسات ايضا اكدت على انه البارالل بوست بيعطيني اعلى تقريبا جهود تركيز جهود، وبدنا نبتعد عن الشارب انجلز لانه هي بتعطيني الستريسز البوينت اوف ستريسز اللي بتؤدي للكراك على مستوى الروت. من النصائح المتعلقه بريزيستنس فورم هي انه نعمل نوع من الجروف في اللينجوال اسبيكت. احنا حكينا عن دور البلاتال اسبيكت او البلاتال وول كفيرول، فهو حتى على مستوى الروتيشنال ريزيستنس بيزود مقاومه الدوران هي، فبيعمل لي نوع من زياده في مقاومه فراكشر. فبشكل عام لما يكون عندي مينيمم ريمينينج كورونال دينتينز ستراكشر، احنا هون المنصوح انه نعمل مثل كي واي عند الاورفيس اوف ذا كانال، ونعمل مثل السبليمنتال بينز لحتى نعمل نوع من المقاومة للدوران اللي مهمة ومفيدة الحقيقة في نجاح ترميماتنا بالأوتاد. ننتبه أنه بالرغم من أنه النصائح الآن نحو تقصير طول الوتد، لأنه مثل ما شفنا أنه زيادة طول الوتد بشكل كبير في بعض الدراسات أكدت على أنه تأثير لها مو ملحوظ طالما نحن وصلنا للطول الملائم اللي هو بحدود لنا نصف طول الجذر. لكن بنفس الوقت ننتبه أنه تقصير طول البوست بشكل كبير فبيؤدي لزيادة الحقيقة في حدوث كسور الجذور وليس تقليل. هذا أمر لازم كمان نحطه في عين الاعتبار. هون بدي أشير للفكرة الأساسية من الفيرول. الحقيقة نحن لما نعمل post and build up بدون فيرول حنشوف أنه نحن المنطقة مثل ما أنا شايفين هاي الصفرة، كونه ما في عندي أي فيرول في هاي المنطقة، فبيحصل نوع من السلايدينج فورسز، حركات بتؤدي لانزلاق البيلد على السطح الروت، بتأدي طبعا لأنه على المستوى الثلاثي الأبعاد تعطيني مثل من عزم overturning moment، عزم قوى دوراني، فطبعا هذا بيؤدي لتركز الإجهاد في حال وجود القوة من الجهة الميزيال بتركز على الديستال للروت مثل ما أنا شايفين. السمول روتيشن بهذا المكان، انتقال الثين بارت للثيك بارت في على مستوى الروت ممكن الحقيقة هنا هي تكون كتير منطقة كريتيكال تؤدي لحدوث كراك على مستوى الروتس. نفس الشيء لو كانت القوى من الديستال فحنشوف هذا الأمر على الميزيال سايد أوف ذا روت. أما في حال وجود في رول فالقوى اللي راح تتطبق مثلا من الميزيال راح تولد عزم دوراني. العزم الدوراني هذا أو الأوفرتيرنينج مومنت راح يتبدد ويتعاكس من خلال الفيرول، فيمنع الحلقة الانزلاقية ويمنع متابعة العزم الدوراني هذا على مستوى الروت. طيب خلونا الآن نحكي عن مختلف الحالات اللي ممكن أو السيناريوهات العلاجية اللي ممكن تواجهنا سواء على مستوى الأسنان الأمامية اللي اعتبارات البوست فيها مختلفة عن الأسنان الخلفية، بسبب أهم شيء اعتبارات الشكل التشريحي. حكينا أنه بالأسنان الأمامية الوتد لازم يكون بحد أدنى تقريبا نصف طول الجذر،
في طبعا اعتبارات أخرى حكيت عنها. أما في الأسنان الخلفية فلازم حد أقصى ما يتجاوز 7 ميلي داخل القناة، لأنه نحن بنحصل على المطلوب للتثبيت بخلال هاي المسافة دون الدخول في curvature of the roots والأناتوميكال complications اللي الحقيقة ممكن يكون ضر أكثر ما تفيد. فنحن على مستوى الأسنان الأمامية، في حال كان عندي طبعا أذية سنية محدودة هنحكي أكثر في هذا التفصيل، فما بنحتاج أساسا نعمل fiber post أو نعمل post and build up. لكن في حال تهدم واسع للسن الأمامي مثل مثلا وجود class 4 proximal مع الجدار أخذ تقريبا شبه كامل الجدار البروكسيمال، أو في حال مثلا عندي أنا كسر على مستوى السن تماما وبالتالي وجود بنية سنية متبقية قليلة جدا، فبهي الحالة نواجه مجموعة من السيناريوهات. خلونا نتعرف شو الأفضل نتصرف نحن، إمتى نحط بوست كور كراون، إمتى نحتاج امتى ما بنحتاج نحط بوست، وكل هاي التفاصيل. اول قاعده خلونا نتفق عليها، انه لما يكون في عندي تاذي كبير على مستوى البنيه السنيه وعند المريض عضه عميقه، او مثلا عند المريض بروكسيزم او عنده هاي اوكلوجن لود، بهي الحاله نحن خلونا نتفق انه نحن بنحتاج بوست وكور وكراون. طيب شو السيناريوهات اللي ممكن تخلينا نروح باتجاه كراون بس او بوست كور وكراون؟ عندنا اول شيء نحن في حال حصل كسر أفقي على مستوى الثنية بطول 8 مليمتر تقريبا، في حال الكسر أدى لأنه لا يزال هناك نصف تقريبا بنية السن وأكبر، هون نحن ما بنحتاج أنه نحط بوست. في حال أنه كان التهدم ترك لي أقل من نصف السن كارتفاع نسج سنية متبقية أو remaining tooth، فهون نحن لازم ننتقل لأوبشن البوست أند كور أند كراون. لكن في حال أنه أقل من نص السن المتبقي كان على القيمة الحدودية، يعني تقريبا نحن كسر نص السن وزيادة شوي، يعني مثلا باقي عندي 3-3.5 ميلي، بهيك حالة ممكن نحن نستعيد عن البوست أند كور كراون بأنه نحن نستخدم النيار كور. والنيار كور هو تقنية تعتمد على أنه نحن نستخدم نفس الريستوريشن اللي بنعمل فيها البيلد أب، ندكها في داخل القناة كتكون هي كمان البوست أند كور. أعتقد معظمنا طلع على هاي التقنية أو اشتغل فيها. لكن لو كان حجم التهدم أقل، خلالي نصف سنية أقل من 3 ميلي، هون حكماً لابد من عمل بوست وكور بالدهاب وكراون. مثل ما شايفين هون نحن عنا 4 ميليمتر، فإذا ممكن نحن نروح باتجاه الكور أند كراون. هون باقي 3 ميليمتر، ممكن نروح باتجاه بوست كور كراون، ممكن نروح نستخدم النيار كور. الجدوى أو الآلية اللي بيعتمد عليها نيار كور هو أنه نحن لما يكون عندي تهدم، عملية حفر الوتد داخل القناة أحيانا بتأدي لضعف، فنحن نحاول نتجنب بوست قدر الإمكان، يعني ما نروح باتجاه البوست إلا عند الضرورة. فكرة النيار كور تكنيك هي أنه نحن نعتمد على أقل تحضير ممكن للجذر وندك الفيلينج بهاي تقريبا مشير 3-4 ميليمتر بالكوتابيركا الكورونال بارت للروت كانال فيلينج، وبعد هيك بننظف كتير بشكل كويس وبنحط البوند تمهيدا، لانه نحن بعد هيك نعمل الكور بيلد اب ماتيريال لنفسها، ندكها داخل القناة وهي ترجع تكمل لي بيلد اب من الخارج. ممكن حتى في بعض الاحيان لما يكون عندي الاسنان الخلفية مثلا في كيرفيتشر بيمنعني استخدم بوست العادي، او في حال مثلا عندي تعقيدات تشريحية معينة تمنع حتى على المستوى الامامي انه نحن نروح باتجاه البوست اند كور، انه يكون هذا كمان خيار متاح لنا كانديكيشن. مثل ما قلت دائما لما يكون عندي تقريبا نصف النسج السنية متبقية او اقل بشكل قليل جدا. الشيء اللي بدي اقوله انه طبعا لازم يكون في فيرول مع هاي التكنيك كمان بطبيعة الحال. خلونا متفقين على انه الفيرول لازم يكون متواجد في كل ترميمات. السيناريو الثاني هو انه السن يكون متهدم بشكل كتير كبير، لكن في بعض الجدران راحت بشكل كامل، في بعض الجدران متبقي فيها اكثر من النص كارتفاع او كطول. هون نحن بنعتمد مبدا العد الجدران المتبقي. بس خلونا نتفق على نقطتين قبل ما نروح باتجاه العد. الجدران يلي سخانتها اقل من 1 مليمتر مهما كان ارتفاعها ما راح نشملها في العد، وانه الجدران يلي ارتفاعها اقل من 2 مليمتر ما راح نعدها مهما كانت سخانتها. هون نحن راح نواجه مجموعه من السيناريوهات. الاول هو انه انا باقي عندي 3 جدران متبقيه اكثر من النص وجدار كامل رايح، هون بنروح على الكور اند كراون.
ما بنحتاج بوست. أما لو كان بقيان جدارين فقط بالمواصفات المطلوبة أكثر من النص كارتفاع أكثر من نصف طول السن، فهنا نحن بنروح طبعا لما أقول أكثر من نصف طول السن يعني 4 مليمتر، هذا المينيمم نحن بنعتبر أنه طول الثانية 8 ككراون. فلما يكون عندي جدارين لا يزال فيهم ارتفاع 4 مليمتر أكثر من 4 مليمتر، هنا بنروح على البوست كور أند كراون، وممكن بهاي الحالة نشتغل على النيار كور ما نحتاج البوست. لكن في حال أنه نحن عندي بأيان جدار واحد فقط متبقي أو ما عندي ولا جدار بنقدر نعتبره بالمواصفات اللي هي الثخانة أكثر من 1 مليمتر وارتفاع أكثر من 4 مليمتر، فهوني بيكون البوست كور والكراون إجباري، ما في مجال نروح أي باتجاه أي أوبشن آخر. مثل ما أننا شايفين هون نحن في ثخانة جيدة للجدار لكن ارتفاع غير كافي فما بنعده، لكن هون نحن عندنا ارتفاع كافي وثخانة كافية على الديستال مع نصف الجدار البكل موجود ونصف الجدار اللساني موجود، فهون نحن بنعتبره انه هدول النص والنص وكأنه جدار، فمنعد وكأنه عندنا جدارين. هي كمان من الإشكاليات اللي ممكن تخطر في البال انه نحن لو كنا يعني كيف نعد بالنسبة للنص الجدران. بهي الحالة لما يكون عندي متبقي جدارين ممكن نروح اما باتجاه نيار كور وممكن نروح بوست كور عند كراون، وهذا المفضل. بالنسبة لأسنان الخلفية في حال أنه كان عندي مدخل ضيق أو مثلا مدخل محدود إطباقيا أو كلاس 2 تقليدي، فهون ممكن نحن نعمل دايركت ريستوريشن ما بنحتاج للبوست كور. أما لو كان بقيان 4 أو 3 جدران بثخانة 2 مليمتر وعندي إطباق طبيعي يعني ما عند قوة إطباقية شديدة، هون نحن بنلاحظ أنه الارتفاع الحدبات في حال كان ارتفاع الحدبات ضحل أو المريض عنده مثلا برا فانكشن والعاج سليم نظيف ماله متصلب ماله سكليروتيك مناسب للبوندينج، فممكن بهيك حالة نحن نروح باتجاه الريستوريشن الدايركت. في حال ما كانت بتوفر هاي الشروط، ففي حال كان عندي إطباق طبيعي ما في عندي ارتفاع حدبات ستيب ما عندي برا فانكشنال ما عندي زيادة في الإطباق في القوة الإطباقية، فممكن نحن نروح وعندي دنتين نظيف وماله متصلب ماله متآكل ماله متموت، فممكن بهيك حالة انه نروح باتجاه البوندينج العادي ونعمل دايركت ريستوريشن، وإلا إذا كانت هاي الشروط غير متوفرة فلازم نروح باتجاه إما الأونلي أو الكراون. في حال وجود آفات أو تضرر واسع لبنى السنية وعندي جدران قصيرة ورقيقة أو أنه عندي جدران بالكامل تم إزالتها، هون نحن ممكن نروح إما باتجاه الإندوكراون أو نعمل كور أندوكراون، أو حتى في حال وجود completely missing walls نروح نحو البوست كور أندوكراون. كمان خلونا نأخذ بعض السيناريوهات بتتعلق بهذه الحالة. نحن عندنا الحالة الأولى هي أنه نحن الجدران الملاصقة زالت وباقي عندي فقط الباكل واللينجوال وولز، الجدران مو أقل من 3 إلى 4 مليمتر كارتفاع والثخانة مو أقل من 1.5 إلى 2 مليمتر، هون نحن ممكن نروح نحو الإندوكراون أو كور أند كراون ما بنحتاج لبوست. أما في حال باكل واللينجوال وولز أو أنه الباكل أو اللينجوال وولز كانت تآكلت أو تهدمت أو أنه جدران كثخانة وارتفاع كانت أقل من الحدود هاي اللي ذكرتها، فهون لابد من وضع بوست كور أند كراون. في حال نحن كان عندي الباكل واللينجوال موجودين وكمان موجود معاهم الميزو للديستال بس شورتر دان الليميتس هاي اللي حكيتها، فممكن نحن بهالحالة مثل ما قلت نروح باتجاه الاندو كراون أو نعمل كور أند كراون فقط من دون ما نعمل بوست. الحالة الثانية هي أنه يكون عندي جدار ملاصق مفقود زائد جدار باكل أو جدار لينجوال. هون بهالحالة هي في حال أنه كان عندي الزاوية الخطية للجدارين المفقودين مفقودة بالكامل، فمنروح نحو البوست أند كور بوست كور أند كراون. مثل ما قلنا دائما لازم نتذكر أنه البوست في المولارز ما لازم يتجاوز 7 مليمتر. بهذا القدر تنتهي محاضرة اليوم، إن شاء الله أنه المحاضرة كانت والسلسلة بشكل عام مفيدة. نلتقي في الجزء الأخير إن شاء الله الجزء القادم للحديث عن الميثودولوجي، نحكي عن الخطوات السريرية لتطبيق البوست. والحقيقة لأول مرة ما أعتقد أن هناك محاضرة تحدثت بالتفصيل عن أهم البوست الموجودة في الماركت والتفاصيل المتعلقة بخطوات تثبيتها. هنحكي عن مجموعة من الأنظمة الأشهر في السوق بالتفصيل وكخطوات، وأيضا هنحكي عن indirect method في صناعة البوست أند كور غير المباشر. فإن شاء الله محاضرة هامة ومفيدة في الجزء القادم.
نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.